فعلا شكرا للمجيء ديالكم والتوديع ديالكم لاخونا وصديقنا الفنان اللي كنحبوه كاملين عمر شريف، اللي صراحه تصدمنا بالخبر ديالو. الكلمات كتعجز باش تلقاها في هذا الوقت هذا. كنتوصلوا بالخبر كنقولوا مصاب تكون اشاعه، انما هذا قد الله وقدره، لله ما اعطى والا ما اخذ. اللحظه حنا كنتواجدوا هنا في مستودع الاموات في الدار البيضاء، ريتما غادي يتم نقل الراحل الى مدينه فاس حيث سيورى ترى هناك ان شاء الله بحول الله. الحمد لله بعد ملي حضروا الاصدقاء الفنانين وكما ذكرت الاخ عزيزو وبعض الموسيقيين الحمد لله، لان عمر شريف محبوب عند الجميع، عند الفنانه، عند الجمهور، كلشي كيحبو كلشي كيبغيه، لدرجه ان الهاتف ملي حطينا الخبر البارح ما زقاش من الرنين، كلشي كيعيط كلشي كيسول واش هذا الخبر بصح واش الخبر مؤكد. فما علينا غير نقولوا وداعا عمر شريف، وراه كتبقى في قلبنا، وداعا العزيز الغالي، رجل النكته، رجل الابتسامه، ما عمرك ما تسمع منه كلمه العيب او تسمعه دابز مع شي واحد، دائما ضاحك دائما مبتسم، وها هو المغادره ديالو في صمت تتفاجئنا بالخبر. والحمد لله راه الاحباب كلهم مجموعين باش يودعوا عمر شريف، لله ما اعطى والا ما اخذ. هادشي اللي غنقول هي اللي قاصحه شويه، ولكن نتمنوا الصبر للعائله ديالو، الله يصبرهم، والله يولي برحمه الله عمر شريف. وكذلك عزاؤنا واحد لكل الاسره الفنيه المغربيه، عزاؤنا واحد. ما لقيتش الكلمات اللي غادي نزيد نقول من ورا هادشي. الله يصبرهم، الله يصبرهم، وان شاء الله نشوفهم هنا في المغرب في زياره القبر الاب ديالهم ان شاء الله، ونجمع معاهم ان شاء الله بحول الله. عزاؤنا واحد اخويا، والله يرحمه في هذا النار، الله يكون متواجد الجنة ان شاء الله، الله يثبتوا على السؤال، والله يرحمه في هذا النار، بقى فينا بزاف والله العظيم، وكنبلغ لهم العزاء، والله يرحمه في هذا النار، والله يصبر عائلته وولاده. طيبه ماشي مزيان والله العظيم، راه كيشهد عليه الله، والله يرحمه في هذا النار. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.